الحرب على داعش العنوان الأبرز عالمياً، لكن البعض بيشوفوا أنه هالضربات ما بتتعدى وضع حدود له بمنطقتنا. آخرين بيشوفوا أنه هالضربات جادة والحرب للقضاء عليه. خلينا نشوف التقرير ومنتابع حوارنا مع فريق أورينت نت. هل فعلاً يريد المجتمع الدولي القضاء على تنظيم الدولة؟ تتوارد الأنباء عن عملية عسكرية لإخراج داعش من الرقة. قائد القوات الأمريكية بالشرق الأوسط بزيارة سرية للشمال السوري هدفها التحضير لهجوم الرقة ولبناء تحالفات تجمع العرب والأكراد في مواجهة داعش على حد أولو. هذا الكلام بعد ضربات جوية مستمرة من أيلول 2014 وبعد 20 شهر عمليات. المتحدث باسم الجيش الأمريكي الكولونيل ستيف وارن بيعلن إنجاز المرحلة الأولى من العمليات. وهون ما فينا غير نتذكر الكلام المستمر عن إضعاف التنظيم والتراشق بالاتهامات عن غياب الإرادة لكسر التنظيم. فهل صار شعار المجتمع الدولي باقية ولكن لا تتمدد؟ بدراسة لروزا بروكس المستشارة بالخارجية الأمريكية بتتساءل بسخرية، هل الدولة الإسلامية في طريقها لعضوية الأمم المتحدة؟ والجواب بيتطلب معرفة القواعد اللي فعلاً عم يستند عليها المجتمع الدولي بتقييم السلوك الإجرامي لتنظيم الدولة. إذا كانت آخر ما توصلت إليه معايير حقوق الإنسان أم قاعدة بسمارك القديمة، ليس بالخطابات ورأي الأكثرية تحسم مسائل العصر بل بالدم والحديد. بروكس بتستحضر من التاريخ 150 ألف ضحية للثورة الفرنسية وقتل ألمانيا للملايين بالحرب العالمية الثانية. وليش لنروح لبعيد؟ النظام قتل واعتقل وشرد ملايين السوريين ولسه عنده مندوب بالأمم المتحدة. يا ترى رح نشوف الجعفري والعدناني عم يتبادلوا أبيات الشعر بمقر الأمم المتحدة يوماً ما؟ ما سر بقاء التوأم السيامي داعش والأسد حتى اللحظة؟ أم أنها ثنائية إدارة الإرهاب العالمي؟ مساء الخير عمر وغسان. غسان، مبدئياً وحوارنا على موضوع القضاء على داعش، هل هو فعلاً جاد أم هو فقط لتحديد حدود له؟ اليوم في معارك بالرقة المفترض أن تكون شغالة، لوين؟ تقريبا من سنتين بلش التحالف أنه حملته وتنظيم الدولة الإسلامية داعش، لكن شفنا بعد سنتين تقريبا من آلاف الغارات الجوية اللي أمس طلعوا إحصائيات أنه ما كان في أي محدودية على الأرض لا بسوريا ولا بالعراق. هذه واحدة. الثانية موضوع الحملة على الرقة، هي حملة يعني لها أهداف متعددة، آخرها القضاء على تنظيم الدولة. آخرها. يعني كل المساعي موجودة أنت برأيك؟ بالتأكيد، يعني كل ما يرجع على الأرض يؤكد يعني أن لا نية لأحد بالقضاء على داعش. لو كانوا بالفعل يريدون القضاء على القاعدة يعني فروعها في سوريا متعددة الأسماء لكانوا ساعدوا الثوار والجيش الحر منذ عام 2012-2013 عندما كان الأمر ممكنا. حتى في العراق أجبر أهل فلوجة على قبول بتنظيم الدولة بسبب أن البديل هو ميليشيا حشد الشيعي، لذلك الموضوع جدا معقد. هذه الحملة نعم لن هاي قراءتك، بس أنه عمر حتى كنا تحدثنا قبل وشفت بالتقرير في مشهد طبعا افتراضي هو أنه بالأمم المتحدة ممكن يكون في ممثل لداعش يوما ما، بناء على أنه القتل هو حسب رواية مثلا روزا بروكس أنه القتل كان بتاريخ أغلب الدول. هلأ شوف كلامك مزبوط، هلأ في دول فعلا كانت نشأة قريبة من نشأة داعش. مثلا هلا اقرب مثال بالنسبه لنا نحن دوله الطالبان، اماره الطالبان اعترف فيها العالم، حتى امريكا من سخريه الاقدار ايام جورج بوش استقبلوا الطالبان واستقبلوا وزراء الطالبان وقاموا بجوله بنيويورك بيت الابيض. حتى في تفاوض غير مباشر عم بيصير يعني مؤخرا طبعا حاليا. لكن بالنسبه لداعش، داعش هلا هن حتى في محللين مفكرين امريكان صحفيين عم بيحاولوا يقارنوا او يحاولوا يقولوا انه داعش تتميز عن القاعده بانه القاعده كانت اعتبرت مجال عملها هو العالم، انه هي بعيد انه هي ما لها مركز انما هي منتشره حول العالم، بينما داعش كونه اخذت بقعه جغرافيه فهذا يعني انه داعش عم تسعى انه تاسس دوله. لكن هلا هذا الكلام هو القراءه الغربيه اللي ما لها قريبه من الواقع بالمره، لانه داعش صح اخذت اماكن ومساحات واسعه في سوريا والعراق، معتمده طبعا على الأنظمة والتناقض الموجود واللي لحد الآن ما في له تفسير، شلون أخذت الموصل، شلون أخذت دير الزور، شلون وصلت لفدنور، شلون كذا كذا. لكن بالمحصلة هلأ داعش حاليا عندها قبعة جغرافية، لكن داعش أبدا لحد الآن ما سعت مسعى أنه تكون عندها دولة. لو كانت تريد أن تكون عندها دولة
لكانت مثلا شو في داعي تقوم بعمليات الذبح العلني، شو في داعي تذبح الصحفيين الاجانب، ليش تستعدي امريكا؟ بس هي القصص مصالح عمر، يعني بالمقابل انه مصالح المجتمع الدولي، وكانه على الاقل احد النظريات بانه هذا التجمع هو عم بيكون ثقب اسود لجمع اي ارهابي بيهدد الامن الدولي. فشفنا تقرير تبع رويترز الاخير من 10 ايام عن التسهيلات اللي سوتها المخابرات الروسيه لمجموعه مثلا الارهابيين لانه يلتحقوا بداعش. فبالتالي في مصلحه دوليه وكانه بالموضوع ببقائه. هو الموضوع يعني معقد حقيقه. صار في استغلال الفوضى الحاصله في سوريا بعد الحرب اللي شنها نظام أسد الكيماوي ضد شعب مدني أعسر، والمتغيرات اللي بنعرفها كيف وصلنا لهون. بس بجزئية داعش تحديدا، أولا ماني مع المصطلح الإرهاب العالمي، لأنه المصطلح هذا مصطلح يعني انتقائي. ميليشيا حشد الشيعي بتمارس إرهاب أفظع من تنظيم داعش، تنظيم الدولة العلوية البراميل اللي هو نظام الأسد كيماوي براميل. ما حدا وصفه إرهاب أكيد، مو دفاعا عن داعش طبعا طبعا، بس بالمقابل لازم نوصف سيان يعني توأم سيان. اللي بده يفهمها دفاع عن داعش مشكلته، مو مشكلتنا نحن. لذلك موضوع معقد بالفعل. هي تنظيم الدولة داعش حاول استغلال ما يحدث في سوريا، ولا ننسى أنه هو قديم، تغير اسمه كذا مرة، لكن بالنهاية هو منشأ من عام 2004 تقريبا في العراق الزرقاوي لما كان بمرحلة معينة، امتداد لبعضه، تغيرت الأسماء للتنظيم. ما في حدا له مصلحة تنتهي تنظيم الدولة لنفس السبب برأيك اللي قلت لك عنه. نفس السبب، هو أسباب، في أسباب قريبة وأسباب بعيدة. يعني موضوع الفوضى هاي بالمنطقة من مصلحة الاستراتيجية الأمريكية، اولا هي نوع من الابتزاز على لدول الجوار. شفنا تنظيم الدوله معظم تفجيراته في تركيا مثلا، وتركيا بينها وبين سوريا والعراق حدود اكثر من 1200 كيلومتر تقريبا بين الدولتين، يعني مع تركيا. لذلك بقاء تنظيم الدوله مصلحه ممكن تكون لكثير من القوى، لكثير من القوى الاقليميه والعالميه. لذلك طبعا هذا ما بيعكس ابدا امنياتنا او شو تفكيرنا، ولكن عم نناقش الفرضيه العمليه. سوريا حره من كل شيء. هو انت لانه بدك تعمل قراءه للموضوع، بدك تكون قراءتك صحيحه. بالاخير في شيء عرض الواقع موجود، تمام. داعش من وقت وجدت لحد الان لا يوجد اي جهد جدي لا لتقليل نفوذها ولا لتقليل قوتها ولا القضاء عليها. في ما ممكن يفسح المجال الى الاستمرار، بس لاحظ بس في سبيل ايش نفط عم ينشرها من قبل رجال اعمال متعاونين مع نظام معروفين بالاسماء وهلا موجودين. جورج حسواني هذا تمام، هذا مشهور كثير يعني. لانه ليك انت طالما عندك، لاحظ داعش لن تكون بعمر دوله، وكمان الميليشيات الطائفيه بالعراق التابعه لايران ممكن تضل بس مو بشكل دوله طبعا. اي معناته ممكن تضل عمليه الميليشيات اللي بالعراق. هلا انت بالعراق عم تحكي من 2003 ل 2016، صار لك 13 سنة يا أخي. ليه ما حسنوا يعملوا شيء؟ طيب مو هن ميليشيات، شي 100 ميليشيا صاروا، أسلحة، دعم إيراني، كل شيء معهم، بس ما حسنوا يعملوا شيء لأنه طبيعتهم التكوينية لن تكون لهم دولة، تمام. وداعش طبيعتها لن تكون لها دولة، لكنها قادر أن تضل بؤرة استقطاب لكثير أشياء. معناته المعركة جادة لحد ما، أنت برأيك يعني المفترض منطقيا اذا بدنا نطلع على الموضوع انه ان كان حتى بدهم يحددوا حدود ويستخدموها استخدامات القوى الدوليه، بعض القوى الدوليه، وقد لا نستثني احد، انا بس تشوف انت الاشارات المريبه، بس بالمقابل لابد يكون في نقطه نهايه. يعني حتى اذا بدنا نشبه، كثير من اللي بيحللوا الوضع بيشوفوا انه صار حاليا وجود نظام بشار الاسد وجود داعش وكأنه توأم سيامي ارتباطا ببعض، بس هذا له لحظة نهاية، لأنه أو بالأحرى دائما أي شيء له علاقة بمصلحة طارئة لابد ما يكون له لحظة نهاية. بس بدي أوضح شغلة بتعلق بموضوع الفقرة. داعش دولة، داعش بيدعوا أنه هن دولة، طيب. لكن في عندهم مشكلة يعني بنيتهم الفكرية أنه هن دولة ما لها حدود. لو هن بالفعل يعني بيأمنوا بالحدود الموجودة أو على الأقل اقتنعوا بالمناطق اللي سيطروا عليها، كان ممكن بعد سنة سنتين مثل ما صار بطالبان يصير شبه اعتراف فيهم، شبه اعتراف يعني لقائد دبلوماسية. لكن لأنه بنية التنظيم الفكرية الأساسية حدود مفتوحة، أنه يفتحوا بلاد المسلمين حسب ادعائهم هن، تحريرها من إلى آخره. لذلك ورغم أنهم بدعوا أنه هن دولة وعندهم أجهزة، بالفعل على فكرة هن بمناطقهم تحديداً بالموصل قدموا خدمات للناس. يعني الناس حالياً
مدنيين بالموصل مثلا بيعيشوا بفترة قبل ما تبلش الحملة، يعني كانوا عايشين أفضل من أيام حكم المالكي. والمالكي السابق فوضى أكيد ما بتخدم حدا يعني بالنهاية. أنا بقول لك كيف هني عم بيفكروا، هني عم بيفكروا بعقلية الدولة بيمارسوا ممارسات دولة، لأنه طموحهم غير محدودة. هلا هي الإجابة على موضوع الرقة وموضوع الموصل، هن بكل بساطة يحسنون الإدارة تمام، وطبعا بسبب النمط العنفي اللي بيتبعوه القاسي كتير إرهاب الناس، بيجبروا الناس على انه يمشوا بنظام معين. بس هذا ما بيعني بالمحصلة انه في شيء. لك شغلة على موضوع انه المعارك قديش صار لأمريكا وكوبا؟ اي من امتى؟ وانت هلأ شو صار؟ بعد كوبا مثل ما هي أمريكا مثل هي وعدهم بصبوا بعض، فيتنام وأمريكا، كوريا الشمالية وأمريكا. على كل حال عمر هذا الموضوع عمل جدل ولا زال يعمل جدل، وكل حال هاي الفرضيات المطروحة لتحليل المسألة هذا موضوع جرح مفتوح. الأيام القادمة هي كفيلة أن تحسمه. وشكرا لكم غسان وعمر كنتوا معنا بالفقرة. أهلا وسهلا.